وتنضم معنا من لندن عبر الهاتف الدكتورة فاطمة العاني، مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب. أهلا ومرحبا بك دكتورة. بداية، بعدما شاهدنا في تقريرنا عن الأم في العراق في مناقشة الأسباب، ما الذي أوصل المرأة العراقية لهذا الحال؟ السلام عليكم ورحمة الله، عليكم حياكم السلام. الله وحيا مشاهديكم الكرام. والحقيقة تحية كبيرة للأم والمرأة العراقية في هذا اليوم، على صبرها وعلى تحملها لكل هذه المصائب التي لم تمر على العراقيات من قبل بمثل هذا العنف. نعم. يعني ما تمر به المرأة العراقية. دكتورة فاطمة، هل أنت معي؟ نعم، نعم. ما تمر به المرأة العراقية الحقيقة من نكبات ومن مصائب. الحقيقة لم تكن الحكومة العراقية بمستوى الذي يعي مثل هذه المصائب ويجد طريقة لحلها من أجل التخفيف على المرأة العراقية. الكثير من التقارير التي وثقت ما تمر به المرأة العراقية، ومع هذا لحد الآن نفس الأوضاع تمر بها المرأة، بل وأكثر، وتتفاقم يوم بعد يوم، خاصة مع العمليات العسكرية التي حدثت في المحافظات العراقية وما نتج عنها من دمار ومن مآسي إنسانية. الحكومة العراقية يعني في الحقيقة بعيدة تماما وبصورة كبيرة عن ما تمر به المرأة. حتى الإحصائيات التي تصدرها الحكومة لم تكن بالمستوى الذي شمل جميع محافظات العراق على حد سواء، بل تم إهمال المناطق التي عانت من عمليات العسكرية، ولم تشمل الإحصائيات مثلا عدد الأرامل، عدد المطلقات في مثل هذه المناطق، والكثير من الإهمال الذي يعني يمس الحد الأدنى من متطلبات الحياة الأساسية، من معيشة كريمة تضمن كرامة المرأة، ومن نعم. توفير الاحتياجات الأساسية للمرأة من أجل أن تستمر في الحياة. نعم. طيب، ما الذي منع الحكومات المتعاقبة منذ عام 2003 من منع الانتهاكات ضد المرأة العراقية إذا كانت بالفعل تدعي أنها جاءت بالديمقراطية؟ مع الأسف الحكومة العراقية هي ضالعة في الانتهاكات التي حدثت بالنسبة للنساء العراقيات، وأحد الأطراف المشاركين بصورة فعلية في الانتهاكات والجرائم التي ارتكبت بحق العراقيات. والكثير من يعني التقارير المنظمات الدولية والحقوقية وثقت هذا الموضوع بصورة تفصيلية. الحكومة العراقية لا تستطيع أن تمنع هذه الانتهاكات لأنها جزء من نهج هذه الحكومة وجزء من خططها التي تشمل جميع شرائح وأبناء الشعب العراقي وليست المرأة فقط. ولهذا لا تستطيع الحكومة لا منع هذه الانتهاكات ولا إيجاد الحلول لمعالجة هذه الانتهاكات، بل أن الحكومة لن تقدم أي شخص ارتكب مثل هذه الانتهاكات ومثل هذه الجرائم إلى المحاكم وتم الاقتصاص منه. بل على العكس من ذلك، نرى هؤلاء الذين ارتكبوا هذه الجرائم والفظائع أحرار وطلقاء، بل وترقوا في مناصبهم. طيب، ماذا تفسرين عدم وجود قوانين تدعم المرأة في العراق وتحميها، بل تجدي أن الحكومة تشرع في بعض الأحيان أو تحاول تشريع قوانين ضد المرأة وضد الأمومة في العراق، مثلا قانون الأحوال المدنية على المذهب الجعفري؟ نعم، لا توجد قوانين تحمي المرأة العراقية، لأن جزء من أهداف المرسومة لهذه الحكومة، وطبعا نحن نعرف أن هذه الحكومة تابعة لأمريكا وإيران بصورة رئيسية، جزء من خططهم وأهدافهم هو تدمير المجتمع العراقي. وأحد اللبنات الأساسية لبناء هذا المجتمع هو المرأة، التي تدمير المرأة بالتالي معناه تدمير المجتمع بكامله، خاصة وأن المرأة مسؤولة عن الأطفال وتنشئة الأطفال وجعلهم يعني في المستقبل شباب
شباب يخدمون هذا المجتمع من جهة، ومن جهة أخرى خاصة مع ازدياد عدد النساء في العراق والذي بلغ نسبة النساء يعني أعداد تفوق أعداد الرجال، هذا معناه أن المرأة أصبحت يعني عاملة بصورة كبيرة، ولهذا عدم وضع قوانين لحماية المرأة معناه أيضا من هذه الناحية انتهاك لحق العائلة وحق المرأة في الحصول على فرص عمل وكثيرها، وبالتالي وكما تفضلت تشريع قوانين تشرع لزواج. طيب هذه الانتهاكات كيف ستؤثر على مستقبل الأجيال المقبلة؟ بالتأكيد لها يعني مفعول تدميري على المستقبل القريب والبعيد، لأن عدم حماية المرأة وعدم توفير قوانين تحمي المرأة وعدم إعطائها فرصة حقيقية لأجل أن تأخذ حقها، هذا يعني أن المجتمع سوف يتأثر بصورة سلبية تماما على المستوى الأطفال الذين سوف يكبرون في كنف عائلة منتهكة حقوق المرأة المسؤولة في هذه العائلة، بالإضافة إلى ذلك يعني المرأة سوف تؤدي إلى انحراف المرأة في المستقبل، نحن لا نضمن أيضا ما سوف تتعرض له من جرائم، من عمليات ما يسمى بالرقيق الأبيض، وأيضا يعني عدم يعني انتهاك حقوقها من جهة عدم وجود فرص عمل كافية للمرأة سوف يؤدي بها إلى سلوك مسلك غير سوي، بالإضافة إلى ذلك سوف بسبب أن الكثير من النساء هم مسؤولون الآن. دكتورة، يعني منظمة أنقذوا الأطفال السعودية صنفت العراق بالمرتبة الرابعة بعد المئة كأسوأ البلدان بالنسبة للأمهات، ما الذي يفترض على حكومة بغداد فعله بعجالة كي ترفع مرتبة العراق؟ بالحقيقة على الحكومة العراقية أن تجد إصلاحات جذرية من أجل أن تضمن حقوق المرأة، وأول حاجة هو توفير الأمن والحماية للنساء وليس إيجاد قوانين تنتهك حقوق النساء، بالإضافة إلى أنها فقط تكون رادعة من أجل أنهم يتصوروا أنها سوف لن يعني في المستقبل سوف يكون لها مفعول. الحقيقة يجب أن تحمي أول شيء، يجب أن تحمي الحكومة المرأة وأن تحمي الأسرة بأكملها، لأنها هذه هي فقط الطريقة الوحيدة التي تضمن بها حقوق المرأة وترفع من المستوى وترفع عنها الانتهاكات وترفع من مستوى المرأة في المجتمع. مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب الدكتورة فاطمة العاني كنت معنا، شكرا جزيلا لك.